صل على محمد وآل محمد. قال الحسين عليه السلام مفجر الثورة الإسلامية في وجه اليزيديين، قال: ويزيد فاجر فاسق ومثلي لا يبايع مثله. لقد خط الحسين عليه السلام ميزان الإصلاح بمعنى التغيير، فأبى إلا أن يغير حيث لا إمكانية في إصلاح النظام الأموي. ونحن هنا في هذه البلاد، أبى الأبطال، أبى الشجعان في البحرين، أبى رموزنا، أبى جمعياتنا إلا أن تصلح، ولكن هذا النظام عصي عن الإصلاح. فالخيار هو التغيير، تغيير الأنظمة الفاسدة، وهذا هو خط هذا الرجل الذي نحن اليوم نقف تعاونا وتضامنا معه، وهو الأستاذ المجاهد عبد الوهاب حسين. هذا الرجل الصادق الذي لم نعرفه إلا صادق منذ أن عرفناه ونحن شباب وإلى اليوم. أستاذ عبد الوهاب حسين يعاني في سجون الظلم من الاضطهاد ومن عدم إعطاء حقوقه، حتى حقوق السجناء، الدواء من حق السجين، وهذا الذي يكفل له حتى في سجون الصهيونية. إلا أن هذا النظام يفتقر حتى لهذا الكم البسيط من الإنسانية. نتعاطف ونتعاون مع كل شريف يطالب بحق هذا الأستاذ وبحق السجناء جميعا. ونحن كما رفضنا نظام معاوية بن أبي سفيان ابن آكلة الأكباد ابن الفاجرة ويزيد ابنه، فنحن نرفض كل نظام يقتل أبناءنا ويسبي نساءنا ويهدم المساجد. نرفضه، ونحيي الأستاذ في موقفه حيث وقف لأجل التغيير، لأجل اجتثاث الظلم والاضطهاد لهذا الشعب. فشكرا للأستاذ، وتبا لساجنه الذي لم يزل يظلم الشعب باسم الحرية. وأي حرية؟ حرية الأكباد، حرية آكل الأكباد، حرية كلاب وخنازير العرب. لن نستكين ولن نقف نتفرج، سنطالب بالإفراج عن الأستاذ، على هذه الحكومة الخاسئة، على هذه الحكومة التي لم تعطي الشعب حقه. أن تعي جيدا أن الأستاذ عبد الوهاب ليس رقما بسيطا، إنه الرقم الصعب كما الرموز. بالأمس اعتقلوا الأخ الأستاذ خليل مرزوق، إلا أنهم اضطروا أن يخلوا سبيله لعار عليهم قد سكب على وجوههم. وبالأمس حاولوا الإساءة إلى الشيخ علي سلمان الذي هو رمز صعب، يحاولون أن يجدوا ثغرة ليهينوا هذا الشعب، وباليوم يحاولون أن يطرقوا باب الحرية الصامد الأستاذ عبد الوهاب. إلا أنهم سيندحرون حيث مطالب الشعب. نطالب شعبنا الأبي وفي هذه الأيام العشرة أن لا يفرق بين موقف الحسين عليه السلام وموقف هؤلاء الشرفاء، فموقفهم هو موقف سيد الأحرار الحسين بن علي. إذا رفضنا الظلم وإذا لبسنا عباءة الحسين عليه السلام وتقلدنا سيفه، فعلينا أن نحامي عن هذه الوجوه أينما كانوا، هم في الأرض على أرض أوال أم في سجونها، في سجون الظالمين، في سجون النظام الخليفي البائد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، وانصر شعبنا وانصر هذه الأمة المظلومة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.